أنا سعاد العباس من سوريا، دخلت تركيا 2018. مهنتي يعني مهنتي الأساسية كانت ممرضة، بس المهنة اللي استخدم يعني فادتني هي الخياطة. تعرفت يعني عن الهلال الأحمر عن طريق النت وعن رابط، ودخلت بهذا المشروع واستفادت أكثر شيء. يعني مهنتي تطورت بهذا المشروع، و يعني استفادة جيدة، يعني مو استفادة يعني خفيفة، لا كثير استفادت منها، جزاكم الله كل خير. أنا داومت على فترة خياطة تقريبا 40 يوم، استفادت كل ما أخذت من المعلومات اللي أعطونا إياها، والحمد لله تعلمنا وخذنا معلومات أكثر من ما كنا عندنا بداخل يمنا محافظين عليها. إضافية جاتنا فكرة بهذا المشروع وداومنا به بهالمركز الهلال، واستفادينا يعني كثير، يعني واستفادت عائلتي، استفاديت يعني نجح. أول شيء إن نجحنا بالمشروع وقدمونا الدعم، قدمونا أقمشة ويعني مواد أولية، والحمد لله يعني صار لي تقريبا شهر كامل كمصروف عائلتي من ناتج مساعد من هذا الناتج المشروع. ولازلت إن شاء الله هنا بتركيا، إن شاء الله راح أكفي هالطريق وهالمشوار، عندي بنات لهم أعلمهم على الخياطة في سبيل أفتح ورشة صغيرة ببيتي أو محل صغير على ما قياس يوسع هالبنات اللي عندي، وإن شاء الله أطوره الأكثر وأستفيد وأني بهالبلد الثاني في تركيا. بير دجنس، بير حياتي.